الفريقان يحتلان وسط الترتيب، لذلك كان السعي في هذه المباراة لكسب مزيد من النقاط وتسلق سلم الترتيب. شبيبة الصاورة دخل في صلب الموضوع مباشرة، ولم يمهل رفقاء القائد همامي أكثر من 3 دقائق ليعلن عن أول أهداف المباراة بعد هجمة منظمة أكملها بوغلمونة بنجاح في الشباك بن رفان. هدف لم يمنع مولودية العلمة من خلق مجموعة من الفرص، أبرزها رأسية غربي في 8 ثم رأسية المهاجم بوركبة إثر هجمة منسقة عند 18. مولودية العلمة بدت في هذا الشوط أكثر تحكما واستحواذا على الكرة من الصاورة، الذي تأثر كثيرا من الخروج الاضطراري للاعبيه المتميزين وقلمونة وبن جلالي بداعي الإصابة. وقبل نهاية المرحلة الأولى بلحظات كاد تشيكو أن يعمق الفارق بعد تلقيه كرة في ظهر المدافعين. الشوط الثاني كان أحسن من سابقه من حيث الندية، والبداية كانت للمولودية بمخالفة غرب المباشرة التي صدها اللاوتي في 47. رد الصورة كان سريعا بعد 2، طبال يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع برفان، لكن تسديدته اصطدمت بالقائم ومرت بجانب خط المرمى. مسلسل الهجمات الثورية تواصل، وهنا تضيع فرصة أخرى لتهديف. حمزاوي جرب حظه من خارج منطقة العمليات، لكن كرته تحول إلى ركنية عند 61. مدرب مولودية العلمة رشيد بلحوت استنفد كل أوراقه الهجومية بغيات تعديل الكفة، فجاءت تسديدة بركبة التي مرت جانبية عند 77. وفي 84 هجوم مضاد للصورة، طبال يمرر لحمزاوي، وشاهد كيف ضيع الأخير أمام شباك فارغة وبطريقة لم يصدقها حتى اللاعب ذاته. ولأن من يضيع تستقبل شباكه الأهداف، البديل دراج من جانب العلمة وبطريقة فيها من الجمالية الكثير يدك شباك لاوتي بهدف قاتل قبل النهاية ب2. هدف ونقطة 8 أسعدت بلا شك المدرب رشيد بلحوت بعد سوء الطالع الذي لازم فريقه لثلاث مباريات متتالية. كي شفت يعني باللي الماتش بتاتر يروح لنا، لعبت افيك 3 ديفونسور برك، 3 ديفونسور اون ليني، بون 3 ديفونسور اون ليني، طلعت 4 اتاكون، تخسر 1-0 ولا 2-0 ولا 3-0، يعطيهم الصحة الأولاد، ولاو إيزون كرو على شونس، ودرنا هدف هذاك اللي مدنا نقطة.